السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن الفيديو الرابع في السيكاتري. هنتكلم فيه عن المود ديسوردرز، ودي من اهم الدروس اللي عندنا في السيكاتري. الدرس ده صعوبته ان هو مليان دياجنوستيك كريتيريا لكل مرض منهم، بس ان شاء الله هنسكمهم وهيبقوا سهلين على اخر الفيديو وهنبقى حفظناهم. نبدأ اول حاجة عندنا في المود ديسوردرز، نقسمهم ونعملهم كلاسيفيكيشن لاربع حاجات، حاجة اسمها depressive disorder وحاجة اسمها bipolar disorder. دول لسه هنشرحهم. في حاجتين تانيين مش هنشرحهم، اللي هما medical condition، medical condition عاملة mood disorder، او substance abuse عامل mood disorder. نتكلم بقى عن اول حاجة اللي هي major depressive disorder. عندنا في اول حاجة بتكلم عن etiology، بيقولك ان هو في جزء genetic وفي جزء psychosocial. الdepression او الاكتئاب يعني هو حاجه نيوروزيس، ممكن يكون في جانب، ممكن يكون في يعني احيانا العيان بيدخل في حاجات سايكوتيك وبيتخيل حاجات مش موجوده، ممكن، بس هو في الاساس نيوروز. عشان كده بتلاقي ان من اسبابه سايكوسوشيال فاكتورز. الجينيتك فاكتورز منهم بتبقى بتمثل 40-50% من الريسك بتاع الدبريشن، بس الجينات اللي هي مسؤولة عن ديبريشن احنا لسه مش عارفينها، او الدكاترة لسه مش عارفينها. السايكوسوشيال فاكتورز بقى بيقولك ان هي اي نوع من الاسترس، سواء كان فيزيكال او سايكولوجيكال. زي ما احنا خدنا العيان بتوع الفوبيا او عيان انكزايتي، بيبقى عندهم ممكن يخش في ديبريشن. تاني سبب ايموشنال تروما، او تالت سبب في حاجة اسمها فيزيكال ديزيز، فيزيكال ديزيز زي المالجنسي ده مهمة، والاندوكرينال ديزيز. الابديميولوجي بيقولك ان هو بيجي ل 3-6% من الناس. طبعا الفيميل اكتر من الميل، 2-1. الريكرنس بتاعه بيقولك لو واحد جاله وان اتاك اوف ميجر ديبريسيف ديسوردر بالكثير اللي احنا هنتكلم عنها كمان شويه، فهو معرض ان هو يجيله كمان اتاك بنسبه 50%. لو واحد جاله 2 اتاكس بيبقى معرض ان هو يجيله كمان اتاك بنسبه 70%. لو واحد جاله 3 اتاكس بيبقى معرض ان هو يجيله كمان اتاك بنسبه 90%. يعني الريسك بيزيد مع عدد الاتاكس. بيقول لك ان هي ان الناس 2/3 من البيشنتس دول بيرجعوا لحالتهم اللي هي الطبيعيه بعد الاتاك. والمرض ده او الديبريشن ده بيجي اكتر، بيجي للناس اللي هم قرايب واحد عنده ديبريشن مرتين اكتر من الطبيعي. ماشي. الكلينيكال فيتشرز، الانست بتاعه بيقول لك ان هو ممكن يبقى جراديوال او ممكن يبقى اكيوت او سدن. يعني البريسيدنج فاكتور ممكن يبقى بسبب حاجه، يعني مثلا واحد مثلا لوس اوف لاف دون، او مثلا ايموشنال ستريس او اي حاجه، وممكن يبقى يحصل اوت اوف ذا بلو، يعني فجاه كده من غير اي سبب او اي حاجه مسببه يحصل كده لوحده. ده في 60% من الناس. او ممكن يحصل بسبب برضو فيزيكال ديزيز زي الام اي او الدايبيتس او الستروك. بعد كده هنتكلم بقى عن السيمبتومز بتاعته. السيمبتومز بتاعته في حاجه اسمها مينتال مانيفيستيشنز وحاجه اسمها فيزيكال مانيفيستيشنز. المينتال مانيفيستيشنز هتلاقي ان هو ديبريسد مود، بيبقى اكتر الصبح اكتر عن بالليل. دي مهمه قوي، دي حاجه يعني مميزه لي، ان الناس العاديين يعني لو واحد مثلا حزين ولا حاجه بيبقى مثلا في اخر اليوم، يعني بعد بقى ما خلص بقى يعني اتعامل مع الناس وتعبان بقى، ويعني اليوم بتاعه كان صعب شويه، فيبقى زعلان في اخر اليوم. لكن عيان الدبريشن او ميجر دبريشن بيبقى عنده الدبريشن في الايرلي مورنينج، يعني هو لسه صاحي من النوم بيبقى اصلا شايل هم اليوم ده كله. بيبقى عنده حاجه اسمها انهيدونيا. انهيدونيا دي معناها ان العيان ده عنده حاجه اسمها لوس اوف انترست في الحاجات اللي كانت قبل كده هو انترستد فيها، تمام، او بيسموها ديفيكولتي تو فيل بليجر. ما عادش خلاص الحاجه اللي قبل كده كانت تبسطه ما عادش تبسطه دلوقتي. بعد كده في حاجه اسمها سايكو موتور اجيتيشن اور ريتارديشن، يعني اما بيتحرك كتير يا اما بيتحركش خالص. يعني عنده احنا خلاص قلنا عليه في اول درس، الاجيتيشن اللي هو عنده انكريز انرتنشن وهو حاسس من جوه ان هو عايز يتحرك. يعني اول تريديشن. بعد كده في حاجه اسمها اكسسيف جيلت او فيلينج اوف ورثلسنس، دي مهمه قوي،
يعني العيان بيكون حاسس ان هو بقى ملوش لازمة وان هو اذنب في حاجة وكده يعني. في بعد كده سايكوتيك فيتشرز، زي ما قلنا ان الديبريشن هو mainly neurosis بس ممكن يكون فيه psychosis. ف psychotic features the negative thoughts may become delusions أو hallucinations بس uncommon. لو هنا جت delusions هتبقى من delusions اللي احنا قلنا عليها خالص في أول درس برضو، delusions اللي هي delusions of poverty، delusions مثلا of sin، إن العين حاسس إن هو أذنب في حاجة، أو delusions مثلا إن هو مثلا سبب مشاكل في كل العالم وهكذا. وفي حاجة اسمها بقى recurrent thoughts of death or thoughts of suicide، دي مهمة برضو، إن يعني العين يفكر طول الوقت في الموت أو يفكر في الديس، عشان قصدي في السوسايد. عشان كده لازم أي عيان depression لازم تسأله عن السوسايد، زي ما نقول بعد شوية، تسأله هل هو intention ولا هو ideation، هنقول الفرق بينهم كمان شوية إن شاء الله. سابع حاجة إن هو في difficulty in concentrating و ممكن عايز psychotic symptoms زي ما قلنا من شوية. الكلام ده اللي هما التمن نقط دول احنا ملخصينهم في الرسمة دي. بص ده واحد وش زعلان طلع منه كده كلام بيقول ان هو جلتي، هو حاسس ان هو جلتي، هو كده عنده جلت، عينه تحس ان هي عين واحد ميت في الافلام او كرتون يعني، دي معناها ان هو عنده ديس او سويسايد. عنده بعد كده طلع من راسه او المخ بتاعه كده في حاجتين، موتور وسريبرال. الموتور عنده ريتارديشن او اجيتيشن، السريبرال فانكشن عنده decrease concentration sinking. بقه حزين عشان يقولك ان هو depressed mood طول الوقت، هو عندوش interest، هو حزين وعندوش interest اللي هو انهي دنيا. تمام، دي كده كانت mental manifestation. في حاجة اسمها physical manifestations. الphysical manifestations دول خلينا نتكلم اللي هم اللي احنا كاتبينه فوق بالرصاص، اللي احنا كاتبينه بالرصاص ده اللي هو 2S sleep و 6. اللي sleep الراجل ده يا اما مش بينام خالص يا اما بينام كتير قوي. ال 6 بتلاقي عنده lack of sexual desire، وال 6 دي كمان هيفكرك بالمنستريشن، فبتلاقي لو هي فيميل بتلاقي عندها disturbed menstruation. بعد كده ال eating بتلاقي ان هو عنده يا اما loss of appetite يا اما بياكل كتير قوي، والويت برضو يا اما برضو بيلوس ويت يا اما بيجين ويت زي ما اتكلم كمان شويه في انواع. الايتنج ده هيفكرك بالانرجي، فهو في لوس اوف انرجي. تمام، تعال نقراهم. هتلاقي في فيزيكال مانيفيستيشنز، في اول حاجه سيجنيفيكانت تشينج ان ابيتايت اند ويت، قلناها خلاص. سليب في ايرلي ويكنينج اويكنينج او هايبرسومنيا. بعد كده في بيرفيسيف فاتيج او لوس اوف انرجي، sexual dysfunction و menstrual disturbance في الفيميل. ولازم ان انا لازم عشان اقول ان ده في حاجات ديت يكون اصلا واحد كان قبل كده كويس، يعني هو كان مثلا بياكل كويس، مثلا بينام كويس، عنده sexual function كويسة، menstruation بتاعها كويس، بعد كده اتغير بقى عند depression بقى كده، بقى يعني بقى disturbed كده. لكن ما ينفعش واحد اصلا عنده اصلا كل حاجة بايظة من دول لوحده طبيعي بقول ان هو دخل في ديبريشن بسبب الحاجات دي، يبقى هو لازم تشينج فروم بريفيوس فانكشنينج. بعد كده هنتكلم على السوسايد في الميجر ديبريشن. مهم جدا السوسايد في الميجر ديبريشن، لازم اي عيان عنده ديبريشن اساله عن السوسايد ايديشن والسوسايد انتنت. ايديشن وانتنت، الايديشن بيبقى حاجه اسمها اللي هي جات له فكره بس، يعني هي مجرد بس فكره بس كده خاطره جات في دماغه بس مش اكتر، بس لكن intent يعني هو خلاص قرر وحط خطة ان هو هينفذ يعني السوسايد ده، عنده active او has a plan. بيحصل 15% من عيانين الدبريشن بيحصل فيهم سوسايد. لو عيان سوسايد لازم ادخله اعمله hospitalization. بيقول لك حاجة هنا مميزة قوي، ان انت عندك عيان الديبريشن ده زي ما احنا قلنا عنده موتور ريتارديشن وعنده لوس اوف انترست وعنده كل حاجه، يعني ايه يعني هو مش يعني هو إيه عنده ريتارديشن في كل حاجه، فهو اصلا حتى لو هو عنده ايديشن ان هو ينتحر
بس هو مش هينتحر او يعني ممكن ما ينتحرش بسبب ان هو مكسل او بسبب ان هو ما عندوش لسه انترست او بسبب ان هو عنده ريتارديشن في التفكير وكده. فمجرد ما انا بعمل له إيه بديله الانتي ديبريشن دراجز في العلاج زي ما نقول كمان شويه، او لما اديله انتي ديبريشن دراجز بيبدا خلاص ما عادش عنده الريتارديشن ده، الريتارديشن هيتحسن. فممكن اول لما انا ادي العيان الديبريشن الدراجز دي يروح بقى ينفذ بقى الخطه بتاعه السوسايد فينتحر. فبيقول لك يعني مهم قوي ان انت في الاول تكون واخد بالك من النقطه ديت، ان انت ان هو عنده lack of initiative ايه في الاول، فمع التريتمنت الانيشيتيف ده بيتحسن وبالتالي هو ممكن ينتحر. عشان كده لازم اسال واتابع كل شويه السوسايدال سوتس بتاعت العيان. ايه بعد كده بقول لك في سايكاتريك كوموربيديز موجوده مع الدبريشن، زي مثلا الانكزايتي زي ما احنا قلنا كده، البانيك ديس اوردرز او الايدنج ديس اوردرز او السبستنس ابيوز. إيه بعد كده عندنا بقى التايبس، كلينيكال تايبس دي مهمه قوي. الكلينيكال تايبس بتاعه الدبريشن هما خمس انواع. الخمس انواع بتوع الدبريشن دول هنقسمهم اتنين شبه بعض واتنين عكس بعض وواحد لوحده. اتنين شبه بعض اللي هما depression و psychotic features. احنا عارفين ان هي ال كان في اول درس احنا قلنا ان في مشاكل في thinking وفي مشاكل في behavior. في مشاكل thinking اللي هي كانت psychotic، ومشاكل behavior كانت اللي هي اسمها catatonic. فهما اتنين شبه بعض، ان هو عنده اما عنده مشاكل في behavior اللي هي catatonic features يعني depression with catatonic features، يا اما ديبريشن اللي هي مشاكل السينكينج اللي هي ديبريشن والسايكوتيك فيتشرز. دول كده اتنين شبه بعض. بعد كده عندك اتنين عكس بعض، حاجه اسمها ديبريشن ويز ميلانوكوليك فيتشر. يعني ايه ده؟ ديبريشن شديد قوي، اشد نوع فيهم، اشد نوع اللي هو ديبريشن ويز ميلانوكوليك، يعني اسوأ نوع فيهم اللي هو مليان بقى فيه كل اعراض الديبريشن من اولها لاخرها. اللي عكسه اللي هو ديبريشن وذ اتيبيكال فيتشر، اللي هو بيكون واحد ما تحس كان هو اصلا مبسوط، يتعامل مع الناس عادي، فرحان، بياكل حلو وبينام بياكل كتير يعني وبينام كتير. فتقول له انت عندك ديبريشن يقول لك ازاي، اذا كان اصلا الراجل ده بياكل وبينام وعادي يعني. عشان كده ده اسمه ديبريشن وذ اتيبيكال فيتشرز زي ما هشرح دلوقتي ان شاء الله. بعد كده واحد لوحده اللي هو اسمه ديبريشن وذ كرونيك كورس، يعني استمر فترة طويلة. نتكلم بقى عنهم. أول نوع حاجة اسمها depression with psychotic features، ده بيكون فيه مشاكل في psychosis، يعني إيه؟ يعني فيها hallucinations or delusions. delusions و psychosis ده قصدي delusions و hallucinations دي ممكن تكون mood congruent، يعني ماشي مع المود بتاع العيان، يعني مثلا العيان مثلا مقتنع إن هو مثلا سبب مثلا مشاكل في كل العالم، فدي كده ماشي مع mood depression. أو ممكن تكون مود incongruent، يعني هو في صوتس تاني في دماغه ان هو مثلا عن اي حاجة، ان هو مثلا واحد مثلا مهم في العالم ومع ذلك هو عنده depression، في اسمها incongruent. تاني نوع حاجة اسمها depression with chronic course، ده واحد عنده major depression بس قعد اكتر من سنتين او قعد سنتين at least سنتين. تالت نوع حاجة اسمها depression with catatonic features، لازم يكون في اتنين من following criteria. سيبك من المكتوب في الكتاب ده، خليك مع مكتوب الرصاص. بص، يا اما في stop يعني ايه؟ يعني في motor catalepsy او stupor، او في stop في الكلام زي mutism او negativism. حلو، يا اما في excessive motor activity او inappropriate posture، يا اما في repeat اللي هو ايه ايكولاليا وايكوبراكسيا. ايكولاليا يعني يكرر الكلام، ايكوبراكسيا يعني يكرر الافعال. تمام، دي اسمها كاتونيك فيتش، دي اسمها ديبريشن كاتونيك فيتش. لازم يكون في اتنين من الحاجات دي. يبقى احنا قلنا ستوب ان هو يوقف الحركه زي الاستيوبر والكاتاليبسي، يا اما يوقف الكلام زي الميوتيزم، او ان هو يبقى بيحركش خالص زي النيجاتيفيزم، او ان انا احط اي شكل اسمه نيجاتيفيزم يعني، او ان هو عنده اكسسيف اكتيفيتي زي motor activity، او ان هو يعمل inappropriate posture كده من نفسه، او
ان هو لا ستوب ولا اكسسيف، لا ده هو هيعمل ريبيتيشن زي ايكولاليا وايكوبراكسيا. هم الكاتري بقى مكتوب ايه؟ موتور اموبيليتي زي الكاتاليبسي والتيوبر، او اكسسيف بيربوزلس موتور اكتيفيتي، او اكستريم نيجاتيفيزم اور ميوتيزم، او بيزار اور ان ابروبريت بوستشرنج، والايكولاليا والايكوبراكسيا. رابع نوع حاجه اسمها ديبريشن ويز ميلانو كوليك فيتشرز. ميلانو كوليك فيتشرز ده قلنا شد نوع في كل الكريتيريا او الفيتشرز بتاعه الديبريشن والسيفير. تمام، في سيفير انهيدونيا ولاك اوف رياكتيفيتي تو يوزوالي بليجربل ستيمولاي، زائد 3 على الاقل من دول. 3 على الاقل من ايه؟ سيبك برضو من المكتوب، خليك في اللي انا كاتبه بالرصاص. ان هو العيان يصحى بدري من النوم، اول ما يصحى بدري يحس انه مذنب، ماشي؟ فلما يحس انه مذنب فهيحس ان هو يزعل، ان هو زعلان على الصبح، ماشي؟ إيه لما يحس انه زعلان على الصبح مش هيروح يفطر، وبالتالي هيبقى مش هياكل يعني. إيه لما مش هياكل هيقعد مكانه، لما مش هيقعد مكانه هيزعل تاني. تعالى نشوف بقى الكلام ده. إيه اول حاجه اللي هي distinct quality of the depressed mood، اللي قلنا عليها ان هي يزعل. mood is worse in the morning، اللي قلنا عليه يزعل الصبح. early morning awakening، قلنا ان هو يصحى بدري. marked psychomotor retardation، قلنا ان هو يقعد مكان لما مش هياكل. significant anorexia or weight loss، اللي قلنا عليها ما ياكلش. و excessive or inappropriate guilt، قلنا ان هو لما يصحى من النوم هيحس بالذنب. تمام، بعد كده في حاجه اسمها depression with atypical features. ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو شخص عنده ديبريشن بس ما هوش في كريتيريا تيبيكال بتاعت الديبريشن. بيقولك ان هو في مود رياكتيفيتي، ممكن يبقى هابي لو واحد كلم، لو واحد كلمه. and at least two of the following، two of the following برضو ركز في اللي انا كاتبه بالرصاص في الجنب، ان هو ياكل كتير ينام كتير، ماشي؟ فلما ياكل كتير وينام كتير يحس ان هو تقيل، فيقوم يبقى عنده حساسيه من انه ينزل الشارع ويتعامل مع الناس. تعالى نقرأ الكلام، يقول لك ايه؟ ان هو significant weight gain or increased appetite، لو ياكل كتير وينام كتير. hypersomnia اللي هو ينام كتير معلش. بعد كده heavy feeling in extremities، اللي هو يحس انه تقيل، اللي هو leading paralysis. إيه بعد كده يقول لك ان هو chronic pattern of rejection sensitivity resulting in significant social or occupational dysfunction. وفي حاجه بيقول لك ان هي shouldn't meet criteria for major depressive disorder with melancholic or catatonic features. تمام، في بعد كده criteria for diagnosis. criteria for diagnosis دي مهمه قوي، ممكن تيجي في الامتحان. في برضو سكيما ليها حلو، سكيما ليها حلو، بس خلينا نقولها بعد ما نقول المكتوب ده. لازم يكون في 5 او اكتر من الكريتيريا اللي احنا هنقولها دول، فضلوا موجودين مع بعض لمده اسبوعين على الاقل. ولازم يكون represent a change from previous functioning، ولازم واحده من الكريتيريا دي تكون depressed mode او loss of interest. هو الكلام شكله صعب، بس في الاخر بعد ما نخلص شرحهم هنتكلم، هنجيب سكيم ليهم وهيبقى سهل ان شاء الله. يبقى هما لازم يكون في خمسة فيتشرز من اللي هنقولهم دول على الأقل موجودين لمدة أسبوعين، والخمسة فيتشرز دول يكونوا جداد على العيان، يعني ما يكونش أصلا هو أصلا كده طبيعي، زائد إن هما يكونوا قعدوا أسبوعين زي ما قلنا، وتكون واحدة منهم على الأقل depressed mood أو loss of interest في حاجة بليجرابول قبل كده. إيه هما بقى الكريتيريا دول؟ أول حاجة depressed mood most of the day nearly every day. بعد كده في markedly diminished interest or pleasure in all activities. بعد كده في حاجة اسمها significant weight loss when not dieting أو weight gain، يعني إما يأكل كتير، قصدي إما يتخن يزيد في الوزن، إما يقل في الوزن من غير ما يكون عن قصد إن هو يخس يزيد، ماشي؟ change في body weight قد إيه؟ 5% في الشهر، ماشي؟ أو change في appetite. بعد كده في insomnia or hypersomnia nearly every day،
بعد كده في سايكو موتور اجيتيشن او ريتارديشن نيرلي افري داي. بعد كده في فاتيج اور لوس اوف انرجي برضو نيرلي افري داي. فيلينج اوف ورثلسنس اور اكسسيف جيلت. ممكن يبقى ديلوجن زي ما قلنا من شويه. بعد كده في diminished ability to think or concentrate. بعد كده في recurrent thoughts of death. مش مجرد fear of dying, لان ده لو واحد عنده fear of dying ممكن يبقى هو اصلا anxiety عادية مش depression. وممكن هو زائد ان هو يبقى عنده كمان recurrent suicidal ideation. تمام. the symptoms بعد كده بقى دول كلهم كانوا كريتيريا قلنا لازم انهم خمسة يفضلوا موجودين لمدة اسبوعين. بعد كده بقى العيان ده ما يبقاش فيه الكريتيريا اللي بتميت حاجة اسمها الميكسد ابيسود. الميكسد ابيسود دي هنشرحها كمان شوية ان شاء الله, سيبها دلوقتي. زائد ان هو ما يكونش فيه سيمبتومز كوز كلينيكالي سيجنيفيكانت ستريس, يكون فيه يعني السيمبتومز دي مسبب له كلينيكالي امبيرمنت في السوشيال لايف والفانكشننج. زائد ان هي عملت ستريس زي ما قلنا في اي مرض سايكاتريك. زائد ان هي ما تكونش بسبب سيولوجيكال افكت من دراج او سبستنس ابيوس يعني او جنرال ميديكال كونديشن. زائد ان هي لازم افرق بين الديبريشن والا حاجه اسمها بريفمنت اللي هي واحد زعلان طبيعي على مثلا شخص فقده. لازم افرق بين الاثنين. the symptoms do not better accounted by bereavement. ماشي. loss of loved one. ازاي فرق بين الاثنين؟ ان هي السيمبتومز دي قعدت لمده اكتر من شهرين بعد الحدث اللي زعل الراجل ده. او characterized by functional marked functional impairment او morbid preoccupation with worthlessness, هو حاسس بالعقل هو مش لازمه, او suicidal ideation او psychotic symptoms او psychomotor retardation. تمام. تعالوا بقى نشوف بقى السكيم اللي قلنا عليه في الاول, نحاول عليها نشوفه. بص, هو ده اسمه depression. ماشي. depression ده يعني واحد مكتئب. مكتئب دي لو انت عديت حروف الكلمة هتلاقي ان هما خمس حروف. في الخمس حروف دي هتفكرك ان هما لازم يكون في خمسة features. ماشي. تعالوا بقى نجيب بقى اتنين مكتئبين, اتنين مكتئب يعني واحد مكتئب وواحد مكتئب. فالاتنين مكتئبين ده هيفكرك ان هي اتنين weeks, واحد منهم حزين والتاني مش مهتم. دول اهم كلمتين لازم يفضلوا موجودين عشان كده انا عامل لك عليهم مربع, حزين ومش مهتم. الاول حزين ده ده حزين, يعني العادي ان واحد لما يبقى حزين مثلا بينام كتير. ماشي. فلما ينام كتير هو بينام كتير, بعد كده يصحى من النوم هياكل كتير, بعد كده لما ياكل كتير هيتقل ومتحركش, اللي هو ديكريز اكتيفيتي يعني. لما يتقل ومتحركش كده ومعملش اي حاجه في حياته هيحس ان هو ملوش لازمه ويحس بالذنب, اللي هو feeling of worthlessness والجلد. بعد كده انتحر لو حياة استمرت. المكتئب التاني ده او الاول التاني ده مش مهتم. لما مش مهتم مش هينام, لما مش هينام مش هياكل, لما مش هياكل مش هيبقى عنده طاقة, اللي هو loss of energy. لما يبقى عندهش طاقة هيبقى مش عارف يركز ولا عارف يفكر, اللي هو loss of thinking او concentration, وبرضه في الاخر هينتحر. دول الكريتيريا اللي هنقول عليها من شويه. نرجع تاني للديفيشنت دياجنوزيس اوف ميجور ديبريشن. اول حاجه لازم نفرقها عن الحاجات اللي هي الطبيعيه, زي مثلا واحد اللي هي اسمها بريفمنت, واحد فقد لافد بيرسون, او في حاجه اسمها ادجستمنت اوردر لما يكون واحد مثلا لسه مثلا جاي على نظام جديد, مثلا بلد جديده او تغير في حياته جديد, فهو لسه بيتاقلم معاه, فممكن في حاجه اسمها adjustment disorder بيبقى depression يعني بيحس ان هو عنده depression. anxiety disorders بيكون العيان برضو نوعا ما عنده depression, بس مش شرط ان هو يبقى يميت يعني full criteria تحت ميجر depression, فلازم نفرقهم عن بعض. الاسكيزوفرينيا والاسكيزو افكتيف disorder لو هو معاه مثلا psychosis psychotic features يعني depression و psychotic features. الديمنشيا دي هتكلم عنها كمان شويه ان شاء الله, قصدي في بعد كده انا هتكلم عنها بعد كده في المنهج. المود اوردرز بسبب الجنرال ميديكال كونديشنز والسبستانس ابيوز. بعد كده المانجمنت اوف ميجور ديبريشن. اهم حاجه يعني حتى تحس انها قبل كده اتش اي حته, ان لازم العيان اول لما يجي لك اعمل له اسسمنت اوف ايمرجنسي سيتويشن.
بمعنى ان اشوف النيد فور هوسبيتاليزيشن، اشوف هو عنده، اشوف هو assessment of suicidality، يعني هو بيفكر في السوسايد ولا لا، عشان العيان ده ممكن لما يديله الدواء يخش في سوسايد زي ما احنا قلنا. بعد كده بقى التريتمنت، سوماتيك تريتمنت. التريتمنت هنا فارماكو ثيرابي اللي هي انتي ديبريسنت دراجز، في حاجه اسمها التريسايكليك، التتراسايكليك انتي ديبريسنت، في الماو انهبيتورز اللي هي مونو امين اكسيديز انهبيتورز دول، في سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز مشهورين قوي اللي هم فلوكسيتين والسيرترالين والباروكسيتين. بعد كده في حاجه اسمها نور ابنفرين ري ابتيك انهبيتور ومعاه سيروتونين. ده قلنا قبل كده ان هو بيشتغل على السيروتونين وعلى النور ابنفرين. وفي حاجه يعني اكتر سيلكتيف اكتر منه، حاجه اسمها نور ابنفرين الفا سبيسيفيك سيروتونين ري ابتيك انتي ديبريسنت. بعد كده بكده كان الفارماكوثيرابي. في بعد كده علاج بالكهرباء، قلنا قبل كده علاج بالكهرباء لو العيان ده acutely suicidal، لان التريتمنت هياخد وقت طويل على ما يشتغل. يقولك ان هو effective او safe especially if high risk of suicide او insufficient response to medications او لو في contraindication من antidepressant medication. تمام. بعد كده في psychological treatment، جزء لان قلنا اصلا الديبريشن ده عباره عن نيروزس، فانا ممكن اعالجه عادي بس او مش اعالجه، يعني اساعد الفارماكوثيرابي عن طريق ان انا بعمل سايكولوجيكال تريتمنت او سايكوثيرابي، حاجه اسمها كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، وحاجه اسمها انتربيرسونال ثيرابي. انتربيرسونال ثيرابي دي ان انا بحاول يعني اتعامل مع عيان، اشوف انتربيرسونال دي ان هو اخلي العيان يتاقلم كمان مره مع البيئه بتاعته، ينزل كمان مره في المجتمع بتاعه ويشارك في مجتمعه، احاول اشوف ايه السبب اللي زعله اصلا او ايه السبب اللي عمله تريجرنج للديبريشن ده واحاول اصلحه او على الاقل خلاص اعمل له سبورت وهكذا. بعد كده في حاجه اسمها تاني درس، حاجه اسمها باي بولر ديس اوردرز. ده مهم. في حاجه اسمها باي بولر 1 او باي بولر 1 وفي باي بولر 2. باي بولر 1 ده بيكون واحد عنده حاجه اسمها at least one manic attack. ماشي، هتكلم كمان شويه ايه هي المانيك اتاك دي او ميكسد ايبسود. ميكسد ايبسود دي معناها مانيا مع ميجر ديبريشن في نفس الوقت، برضو هتكلم عنها كمان شويه، بس لازم خليك كده عارف ان الباي بولر 1 فيه على الاقل مانيك اتاك، في مانيا. ماشي. باي بولر 2 بيكون عنده حاجه اسمها 1 هايبومانيا زائد ميجر ديبريشن ديس اوردر هايبومانيا. تمام. يعني لو واحد جاله مانيا ده ماخد، يعني واحد جاله مثلا كتير او اكتر من مره هايبومانيا وديبريشن، ده كده باي بولر 2. لو جاء عليهم بقى في اي وقت مانيا خلاص كده تحول على طول لباي بولر 1. تمام. يبقى ما دام انت سمعت كلمه مانيا اعرف ان انت دخلت في باي بولر 1، حتى لو فيها هايبومانيا فيها اي حاجه تانية هي بقى تبقى على طول باي بولر 1. ماشي. يبقى باي بولر 2 at least one hypomanic episode with major depressive episode never manic or mixed episode is present during the course of disease. في باي بولر 2 ده الابيديميولوجي بتاعها بيقولك ان هي بتحصل في نص الواحد ونص من الناس، الميل تو فيميل، واحد لواحد عادي. الميل بيبقى الابيسود بتاعته الاولى بتبقى اكتر في المانيا، لكن الفيميل بتبقى اكتر في الدبريشن. الفيرست ديجري ريلاتيفز بيبقوا عندهم هاير ريتس انهم يجيلهم باي بولر، يعني لو واحد توأم لواحد عنده مانيا او عنده باي بولر ديس اوردر بيكون معرض 70% ان هو يجيله كمان باي بولر. كلينيكال فيتشرز بقى اوف باي بولر ديسوردر، البيشنت اوف باي بولر 1 زي ما قلنا ديفلوب 1 اور مور اوف مانيك ابيسود اللي احنا اتكلمنا كمان شويه، ات مي بي الترنيتنج اور نوت ويز مانيك هايبومانيك اور ميكسد اور ديبريسيف ابيسود. نسينا نقول حاجه ان اصلا باي بولر ده، معلش نسينا نقولها، ان هو باي بولر ده معناها ايه؟ باي يعني اتنين، بولر يعني في بول،
يعني الراجل ده عنده قطبين، قطبين يعني ايه؟ يعني حاجتين مختلفتين خالص، اللي هو المانيا والديبريشن، ويبدل بينهم. يعني هو شوية مثلا ده الراجل ده مبسوط قوي 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 وعنده مانيا زي ما اتكلم عنها كمان شوية، وشوية تلاقي عنده ديبريشن بكل الكريتيريا بتاعته اللي احنا قلنا عليها من شوية، عشان كده اسمها باي بولر. إيه فهي بيسموا واحدة منهم ابيسود، يعني حلقة او فترة يعني. فهو بيجيله فترة مانيك وفترة ديبريسيف. بعد كده البيشنت اوف باي بولر 2 ابيسود، قصدي اوف باي بولر 2 ديفلوبس هايبومانيك ابيسود، وبيبقى معاه ميجر ديبريسيف ابيسود، مش بيبقى معاهم الاتنين مع بعض، هايبومانيا زائد لازم زائد دي ديبريشن. بعد كده بيقول لك ان presence of major depressive episode only is not enough to diagnose bipolar disorder. بعد كده هنتكلم عن اللي هي المانيك ابيسود. بيقول لك ايه المانيك ابيسود دي؟ برضو هي برضو ليها كريتيريا هنقراها بس بعد شويه ان شاء الله اقول لك يعني انت تلاقيها صعبه، بس بعد شويه ان شاء الله اقول لك السكيم بتاعها. المانيك ابيسود ده بيقول لك ايه؟ لازم يكون العيان ده عدى عليه 1 week at least 1 week of abnormally and persistently elevated and expansive or irritable mood. يعني عنده موده عالي قوي، عالي يعني ملعلع خالص، يعني مبسوط خالص لمدة week، وهو abnormally يعني هو دي اصلا مش عادته، دي مش طبيعي بتاعه. يقول لك maybe less than 1 week لو هو العيان ده محتاج hospitalization، يعني انا دخلت مستشفى كده هي خلاص كده يعني يعتبر اصلا مانيا، فممكن عادي اخد الكارتيريا دي واشخص ان هو مانيا يعني في اقل من اسبوع. During the period of mood disturbance at least 3 of the following، لازم يكون في 3 كارتيريا من دول موجودين. وبيقول لك بيبقى 4، يعني تاخد 4 كارتيريا من دول لو المود irritable. تمام، ايه هي بقى الكارتيريا دي؟ اول حاجه inflated self esteem or grandiosity، يعني الراجل ده مبسوط قوي فرحان قوي بنفسه. سيلف استيم دي اللي هي الراجل كل شويه هو بيتكلم يقعد يقول لك اي يعني انا عنده الانا عالي قوي، ماشي كل شويه يقول لك انا، دي اسمها سيلف استيم، اللي فاتت سيلف استيم. لكن الجرانديوزيتي ان هو يشبه نفسه او يقول على نفسه ان هو شخص عظيم، ماشي. في ديكريز، تاني حاجه ديكريز النيد فور سليب، مش عايز ينام، دي اكتر حاجه سينستر في ايرلي سيمتوم اوف ماني. تالت حاجه بيشنت هاز بين مور توكاتيف، بيتكلم كتير اكتر من الطبيعي لان هو عنده اصلا بريشر اوف سوتس. رابع حاجه عنده فلايت اوف ايدياز، بيكون عنده جامبنج اوف فروم وان توبيك تو توبيك، وعنده سبجكتيف سنس اوف ريزنج سوتس، يعني عنده افكار كتير في دماغه عايز يقولها. بعد كده بيقول لك ان هو عنده حاجه اسمها ديستراكتابيليتي، يعني هو ممكن اي حاجه معديه تشتت انتباهه. بعد كده في increase goal directed activity، بتلاقي ان هو بيعمل كذا activities بس activities دي بتبقى goal directed، يعني ما هماش purposeless activity. تمام، او في psychomotor agitation، عنده طاقة زيادة عايز يتحرك كده. في excessive involvement in pleasurable activities with high potential for painful consequences، يعني ممكن عنده قابليه او ان هو يخش في كذا كذا اكتيفيتي كتير قوي، ويكون لهم نتائج، يكون لهم نتائج خطيره قوي عليه، زي ان هو مثلا يمشي عشان مثلا يعكس الناس، يعكس الستات وهكذا، سيكشوال انديسكريشن وهكذا. doesn't meet criteria for a mixed episode، لازم تقول ان هيك لازم ما تبقاش mixed episode، يعني هي لو هي مانيا بس ما ينفعش اقول عليها ميكسد ابيسود، لان بعد شويه هقول ايه ميكسد ابيسود ده. بعد كده بيقول لك ان هي سيمتومز ماست هاف كوز ماركت امبيرمنت، برضو زي اي سايكاتيك ديزيز لازم تبقى عامله امبيرمنت ان سوشيال او ايكويشنال لايف او ريكوايرد هوسبيتاليزيشن او في سايكوتيك فيتشرز، وبرضو السيمتومز نوت كوزد باي ميديكال كونديشن ولا دراجز. تعال نشوف بس السكيم قبل ما نخش على الهايبومانيا. بص، دي اسمها مانيك، فكلمة مان تحس انها شبه كلمة مان، يعني شبه وان، ماشي، فهي وان ويك فوق خالص، نفس النوت مان وان، تحس كانوا مش مع بعض، فهي وان ويك.
زائد ان كلمة مان 3 حروف، 3 features من دول لازم يبقوا موجودين. فهو بعد كده يقول لك بقى مان ده راجل ماشي، فالراجل ده هيقول لك ان هو بينام قليل. طب ليه بينام قليل؟ لان هو عايز يصحى يتكلم عن نفسه كتير، فهو بينام قليل هيفكرك ان هو عنده decrease sleep. يتكلم عنده no talkative، عن نفسه ان هي عنده increase grandiosity و self esteem. طيب هو بيتكلم عن نفسه كتير كده، لا شاف عصفورة طايرة او عصفورة معدية، شاف عصفورة دي هتفكرك ان هو عنده distraction، سهل اوي distracted. زائد ان هي عصفورة طايرة هتفكرك ان هو عنده flight of ideas، يعني افكار بتطير. فراح راح يجيب بندقية عشان يصطادها، راح يجيب بندقية ليها هتفكرك ان هو عنده pleasurable activities، يصطادها ان هو increase the goal directed activity ويكون ليها، لا يعني pleasurable activities دي ان هو يعمل activities ليها consequences، dangerous consequences يعني بالبندقية، يصطادها ان هو increase the goal directed activity. دي كده الكاركتيريا بتاعت المانيك اتاك. بعد كده الهايبومانيا لازم يكون هي نفس الكريتيريا بتاعه المانيا دي، بس لازم تكون المود هنا ديستربنس، المود ديستربنس يكون نوتسبل تو اذرز، بس التشينج اوف فانكشنينج مش قوي. يعني هو الراجل ده عادي عادي بيتاقلم عادي مع المجتمع وعنده يعني الفانكشن بتاعته كويسه عادي. يعني هو ايه بيقولك ايه، نشوف change in functioning is uncharacteristic of the patient's baseline but doesn't cause marked social or occupational dysfunction. doesn't require hospitalization ومفيش فيه psychotic features. زائد ان اختلافها التاني عن المانيا ان هي بتقعد بس 4 ايام عشان شخصها. يعني واحد جاي لك مثلا 4 ايام عنده الكريتيريا اللي احنا قلناها من شوية بتاعت المانيا، بس بنسبة يعني بنسبة اقل مش عامله له مش عامله له ديستربنس لحياته ولا عامل امبيرمنت للفانكشن بتاعته والمده 4 ايام بس، بيقول عليها هايبوماني. وبرده السيمبتومز كان نوت بي ديو تو ميديكال كونديشن ولا دراجز. بعد كده بقى الميكس ايبيسود اللي احنا كل شويه نتكلم عنها دي. ايه الميكس ايبيسود؟ معناها ان هو الراجل ده عنده في نفس الوقت ميجر ديبريشن مع مانيا في نفس الوقت في نفس اللحظه، او لما المانيا تخلص على طول يحصل بعدها على طول الميجر ديبريشن من غير بريك. يعني هو مفروض اصلا عيان باي بولر لما بيجي له مثلا مانيا بيخف منها او مثلا بتروح منه وبيقعد شويه مثلا كام يوم كده بعد كده يجي له ديبريشن. لكن العيان بقى اللي هو ميكسد ده يا اما بيكون عنده ديبريشن مع المانيا في نفس اللحظه او في نفس الوقت، يا اما بيكون عنده ديبريشن بيتابع بيعقب المانيا على طول من غير اي بريك منه. ماشي، يبقى ايه patient meets criteria for both manic episode and major depressive episode every day during at least 1 week period. Symptoms are severe enough to cause marked impairment in occupational or social functioning زي ما قلنا في اي حاجه في السيكاتري. وطبعا استبعد الميديكال كونديشنز والدراكس. بيقول لك ان 90% من العيانين اللي جالهم قبل كده وان سنجل مانيك ابيسود هيجي لهم بعد كده ريكرنس. الميكسد ابيسودز دي ميكس ابيسودز دي بتحصل اكتر في العيانين الصغير. دي مهمه قوي دي، ان كل ما العيان يبقى اصغر ويجي له مانيا كل ما يبقى معرض اكتر ان هو يجي له ميكسد ابيسود. الابيسودز بتحصل اكتر مور فريكوينتلي ويز ايج. والمانيك ابيسود ممكن يحصل فيها فايولنس وتشايلد ابيوز واكسسيف ديت وجوب لوس زي ما احنا قلنا، لان العيان ده بيخش في بليجرال اكتيفيتيز وليها باد كونسيكونسز في يوم معرض لحاجه زي كده. السوسايد ريت فيهم 10-15% لان احنا قلنا ممكن يبقى ديبريشن، او هو اصلا بالاكتيفيتيز اللي هو بيعملها دي ممكن اصلا يعرض نفسه ان هو يموت، او ان هو مثلا يجرب مثلا ان هو مثلا يشنق نفسه فيموت. Common comorbid diagnoses often include substance abuse or eating disorders. بعد كده بيقول لك لو واحد عنده bipolar 1 وعنده rapid cycling pattern، يعني ايه rapid cycling pattern؟ يعني بيتكرر عليه كتير
في السنة، يعني أكتر من 4 مرات في السنة، ده بيبقى عنده بور بروجنوز. ماشي. التريتمنت بتاع باي بولر ديس اوردرز لازم اول حاجه ان انا اشوف اعمل له هوسبيتاليزيشن للمانيك او ديبريسيف مود ايبيسودز، لان هو ممكن ينتحر. اسسمنت اوف سويسايداليتي برضو عشان هو في ديبريشن، فلازم اسال العيان انت بتفكر في الانتحار او كده ولا لا. بعد كده في فارماكوثيرابي، اهم حاجه في فارماكوثيرابي، اهم حاجه خالص على الاطلاق لازم تقولها، اللي هي المود ستابلايزرز. المود ستابلايزرز دول بيحسنوا حالات المانيا وبيمنعوا الريكرنس، بيحسنوا الموجود ويمنع ان هو يحصل كمان مره. حاجه اسمها الليثيوم والانتيكولفانزنت، بس هو الليثيوم هو الاهم يعني فور اكيوت تريتمنت اند بروفلاكسيس. ممكن استخدم انتي ديبريسنت بس لازم استخدمهم مع مود ستابلايزر عشان امنع ان العيان يعدي من الديبريشن اللي يخش في مانيا، زي ما احنا قلنا زمان في التريتمنت، ان انا لو ادي انتي ديبريسنت اعالج الديبريشن بس العيان يخش مني في مانيا، ودي ممكن تبقى خطيره يعني، فبدي معاها مود ستابلايزر. بعد كده بيقول لك ان انت ممكن تستخدم انتي سايكوتيك لو العيان عنده سايكوزس او اكسايتمنت. ممكن استخدم بنزودايزيبينز لو عيان عنده اجيتيشن وعنده طاقه زياده يعني، او عنده انسومنيا مش عارف ينام. بعد كده ممكن يقول لك ممكن ان احنا نعمل الكترو كونفالسيف ثيرابي، ادي له كهرباء يعني لو هو في ديبريسد مود او مانيك ابيسود، بس بستخدمها بعد ما الفارماكو ثيرابي بيبوظ، او لو هو قصدي يعني الفارماكو ثيرابي ما اشتغلش او فيلد يعني او كونتر انديكيتد، او لو العيان ده اكيوتلي سويسايدال يعني. تمام. في حاجه بس نسينا بس نقولها، ان احنا ازاي عيان الميكسد ده، ازاي عيان الميكسد ده بيكون عنده ديبريشن ومانيا في نفس الوقت، مع ان اصلا الاثنين عكس بعض. بيقول لك ان العيان ده ممكن يكون هو مثلا فجاه مثلا كده يقول لك انا مبسوط قوي مبسوط قوي، وتلاقيه عمال يعيط وحاسس ان هو عنده اكسسيف جلد في نفس الوقت. فهم لا يعني هم اي نعم عكس بعض، بس ساعات بيبقوا موجودين مع بعض عادي. الجدول ده مهم قوي، او مش مهم، انا كنت عامله لنفسي يعني عشان بس يلخص فيه الدرس ده كله. تعالى كده على الشمال خالص، شوف الباي بولر 1. الباي بولر 1 البيريود بتاعته 1 ويك اهي، بيكون فيه مانيا. هو ممكن يعني الاكس اللي على الهايبومانيا دي غلط، هو ممكن يكون فيه هايبومانيا عادي، او ممكن يكون فيه ميجر ديبريشن عادي، او ممكن يكون فيه ديبريسيف سيمتومز عادي، بس اهم حاجه فيه لازم تبقى موجوده هي المانيا. الباي بولر 2 فور دايز بيرد بتاعته المانيا مش تبقى موجوده خالص، عمرها تبقى موجوده، بيكون في هايبومانيا مع ميجر ديبريشن. صح. ميكسد 1 ويك برضو بيكون في مانيا مع ميجر ديبريشن ات سيم تايم. سايكولوسايميا دي اللي احنا لسه كنا من شويه، والميجر ديبريشن والديسايميا كنا بنتكلم من شويه دلوقتي هم اللي جايين. هتكلم عن الديسايميا. الديسايميا ده بيقول لك ان هي من اسمها كده ديس، معناها ان هي في حاجه اسمها زي ديس ريجوليتد او ديس فانكشن، يعني حاجه بايظه. سايميا يعني مود، فهو واحد المود بتاعه بايظ. يعني ايه كاركترايزد باي ديبريسد مود فور موست اوف ذا داي فور مور دايز ذان نوت انديكيتد باي سبجكتيف او اوبزرفيشن باي اذرز. قعد لمده سنتين عشان كده سميتها ان هو مود بايظ. ماشي. بس هي طبعا هنا طبعا الكريتيريا doesn't meet يعني اللي هي الكريتيريا for major depression. تمام. عشان كده هقول عليه mood boys مش major depression. presence هو depressed of two of the following، لازم يكون فيه اتنين من الكريتيريا دي. ايه هما الكريتيريا دول؟ ان احنا اللي انا خصته في الجنب هنا في بتاع الرصاصي كلمة hopeless case esteem. hopeless ان هو العين يحس ان هو hopeless، ما عندهش امل في اي حاجة ولا عنده اهتمام باي حاجة. case اللي هي c هتقول لك ان ده عنده كونسنتريشن في ديفكت. الاي هتفكرك ان هو الابيتايت. الاس هتفكرك بالسليب، في تشينج اوف السليب. الاي هتفكرك بالانرجي. الكيس قصدي الاستيم هتفكرك ان هو عنده لو سيلف استيم. تعالى نقرا المكتوب. يبقى عنده بول ابيتايت اور اوفر ايتينج، انسومنيا اور هايبر سومنيا، لو انرجي اور فاتيج، لو سيلف استيم، بور كونسنتريشن اور ديفيكولتي ميكينج ديسيجنز، فيلينج اوف هوبليسنس. يقول لك البيشنت هاز نيفر بين بين ايه وزود سيمبتومز ان كريتيريا ايه اور بي،
for more than 2 months at a time. يعني عمره ما قعد اسبوعين شهرين على الاقل من غير الكريتيريا دي. يعني هو قعد سنتين, لازم السنتين دول عمره ما قعد فيهم شهرين سليم. تمام. التريتمنت برضه سايكوثيرابي وانتي ديبريشن دراجز. هو يعتبر ديبريشن بس لسه, يعني ايه, لسه ما بقاش ديبريشن ميجور يعني. بعد كده في حاجه اسمها بوست بارتم ديبريشن. بوست بارتم ديبريشن مشهور قوي, اللي هي بيسموها, في حاجه اسمها بوست بارتم بلو, يعني حاجه تحصل بعد الولاده, بتبقى الست دخلت في ديبريشن بسبب تغيرات الهرمونات وكده, بان هو بيكون الاستروجين مستواه عالي قوي بعد كده بيقل فجاه, والبروجستيرون وكده. هناخد نشوف الناس السنه اللي جايه, قصدي في الولاده السنه اللي جايه. بوست بارتم ديبريشن اونست اوف ابيسود وذين 4 ويكس, لازم تبقى وذين 4 ويكس بعد الولاده, لان هي الفتره دي اللي بيكون فيها الهرمونز بدات تتغير, بدات تقل كمان مره, كانت عاليه في الحمل بعد كده بدات تقل, فعشان كده بسميها بوست بارتم ديبريشن. بعد كده في حاجه ثالثه اسمها سيزونال ديبريشن. ده بيجي كتير قوي الناس اللي هم بره مصر. ان هو بيجي له ايه اللي هو من قلة التعرض للشمس, او من قلة ان هو بيشوف الشمس او التعرض لليو في رايز, يعني اللي هي الترا فايلت رايز, بيكون الشخص ده بيخش في ديبريشن. يبقى عنده ايه, عنده الكرنت ابيسودز اوف ديبريشن ويز ا باترن اوف اونست ات سيم تايم ايتش يير, يعني مثلا في الشتاء مثلا, او الفصل اللي هو بيكون فيه ما فيهوش شمس. فور ريميشن اوكيرز ات ا كاركترستيك تايم اوف يير, اللي هو بقى مع ظهور الشمس كمان مره في الصيف او كده. و over 2 year period at least 2 seasonal episodes have occurred, يعني خلال سنتين على الأقل لازم يكون في 2 episodes حصلوا, وما حصلش non seasonal episodes. يعني هو الراجل ده ما دخلش في depression في غير الوقت ده, في غير الوقت بتاع season ده. بعد كده بقول لك seasonal episodes out number non seasonal episodes, ما علينا منها. التريتمنت برضو anti depression زي حاجة مهمة, أول حاجة اسمها drugs light therapy. يعني ايه, يعني انا بحب اجيب العيان ده بحطه في اوضه فيها الترا فايلوت ريز, بحس ان انا بعوضه بالالترا فايلوت ريز وهو بيعالج الدبريشن بتاعه. ووجد انه يعني لما الشخص ده بيتعرض لليو في ريز بيخف عادي وبيبقى كويس. اخر حاجه, حاجه اسمها سايكلوسايميا, دي عباره عن هي اسمها سايكلو, يعني هي بتتكرر او بتتغير, يعني متقلب. سايميا يعني مزاج او موت. فهو ده واحد قعد سنتين at least 2 years عنده hypomanic symptoms and numerous periods of depressive symptoms. بس ال depressive symptoms هنا مش بتميت ال الكريتيريا بتاعت ال bipolar, قصدي بتاعت ال major depressive disorder, لان زي ما احنا قلنا من شويه لو واحد عنده hypomania زائد major depression بيبقى اسمها bipolar 2. لكن هنا واحد عنده hypomania زائد depressive symptoms بس مش major depression, وقعدت مع سنتين, فدي بيسموها سايكلوسايميا. مود ستابلايزنج دراجز از يوسفول او ار يوسفول المفروض يعني. بس كده, تعال شوف بس الجدول اللي احنا قلنا عليه دوت. السايكلوسايميا اهي, البيرد بتاعت سنتين, فيها مانيا لا, فيها هايبومانيا ما فيهاش ميجر ديبريشن بس فيها ديبريسيف سيمتومز. الميجر ديبريشن تشخيص زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات, او زي ما احنا قلنا يعني من شويه, ان هو في 2 ويكس, لازم تبقى 2 ويكس, ان قلنا في 2 مكتئبين لو احنا فاكرين, ما فيهوش اي حاجه غير بس ميجر ديبريشن. بعد كده الديسايميا قعدت سنتين, ما فيهاش مانيا, ما فيهاش هايبومانيا, ما فيهاش ميجر ديبريشن بس فيها ديبريسيف سيمتومز. بس كده.